الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. إن شاء الله الدرس عندنا اللي هنتكلم فيه النهاردة اسمه حل المتباينات في نون. احنا خدنا المعادلات، والمعادلات عرفنا ان ليها مجموعة حل، وكذلك المتباينات عندنا النهاردة هيبقى ليها مجموعة حل، وهي هي نفسها بالنسبة للمتباينات. يعني مجموعة حل المعادلة هي نفسها بالنسبة للمتباينات، يعني هنجيب للمتباينة مجموعة حل برضك زي المعادلة. وهنعرف النهاردة المتباينة. المتباينة هي ايه؟ هي عبارة عن جملة رياضية تحتوي على مجهول او متغير، يعني ايه؟ زي سين او صاد، وبتحتوي على العلاقات اللي هي زي دي، اللي هي اصغر من، اكبر من، اصغر من او يساوي، اكبر من او يساوي. يعني ميزان المعادله بيساوي يساوي، بس لا، بدل اليساوي هيتحط بدل اليساوي هيتحط اصغر من او اكبر من، او اصغر من او يساوي. دي علامه اليساوي، دي كده هدي علامه اليساوي، لو موجودة يبقى يساوي، ودي أكبر من أو يساوي برضك، دي علامة اليساوي. يعني مثلا لو عندنا متباينة زي سين أكبر من اتنين، هي متباينة ليه؟ لأنها بتحتوي على مجهول، المجهول اللي هو اسمه سين، وعلاقة التباين بين السين والاتنين أكبر من، تمام كده. وكمان هنتعرف على مجموعة حل المتباينة. مجموعة الحل هي اللي بتحقق المتباينة، وهي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض. يعني ايه مثلا؟ يعني لو كان عندنا سين اكبر من اتنين، والسين بتنتمي للاعداد الصحيحة، يبقى مجموعة الحل هتساوي ايه؟ اكبر من الاتنين، اكبر من الاتنين، عدد اكبر من اتنين، يعني تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، الى ما لا نهاية. ومجموعة التعويض، ومجموعة جزئية من مجموعة التعويض. مجموعة الحل هي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض. مجموعة جزئية من مجموعة التعويض. يعني مثلا تلاتة أكبر من الاثنين، أربعة أكبر من الاثنين، وهكذا. الخاصية التالتة، خواص علاقة التباين في نون. يعني إذا كان لو كان عندنا ألف وب وجيم أعداد نسبية، لو كان ألف أقل من ب، لو جمعنا على الطرفين دول هيبقى عادي ألف زائد جيم. لو جمعنا على الطرفتين دول عدد ثابت من غير ما نغير اتجاه العلاقة التباين، لو جمعنا ألف زائد جيم لو جمعنا يعني جيم للطرفين، ألف زائد جيم وب زائد جيم، علاقة التباين هتفضل زي ما هي، وهتبقى برضك ألف زائد جيم أقل من ب زائد جيم. لو كان عندنا مثلا ألف أقل من ب، وطرحنا الجيم من كلا الطرفين، كذلك طرحنا الجيم من كلا الطرفين، بردك هينتج ان الألف ناقص جيم أقل من ب ناقص جيم، وبردك علاقة التباين هتظل زي ما هي بنفس الاتجاه. نركز مع بعض في الموضوع دوت، علشان علاقة التباين هتتغير في شرطين بس جايين. لو كان عندنا ألف أقل من ب وجيم، الاتنين دول بردك عددين موجبين، وضربنا جيم في كلا الطرفين بتاع المتباينة، مش هيحصل أي حاجة، وهيتظل إن ألف في جيم أقل من ب في جيم. لو كان طبعا الكلام، لو كان العدد جيم ده موجب،
لو كان عدد جيم سالب ده بقى هو اللي هيفرق، ونركز مع بعض. لو كان الجيم ده سالب وضربنا كلا طرفي العلاقة دي في جيم وجيم ده سالب، هتتحول الإشارة هتتحول العلاقة من أصغر من، تحول هنا من أصغر من لأكبر من، لأن عدد جيم ده عدد سالب. يبقى عند ضرب طرفي المتباينة في عدد سالب ثابت يتغير اتجاه علاقة التباين. تمام. رقم خاصية رقم 5، لو احنا قسمنا كلا الطرفين على جيم، وجيم ده عدد موجب، فإن ألف على جيم أقل من ب على جيم، هي مش هتتغير الا ايه العلاقة، لأن المتباينة بنقسمها على عدد ثابت موجب من غير ما نغير اتجاه العلاقة. تمام كده. طيب لو العدد جيم دوت عدد سالب وقسمناه على العلاقة، هتتغير برضك الاتجاه العلاقة. يعني لو عندنا ألف أقل من ب وجيم ده عدد سالب، فإن لو قسمنا العلاقة دي على جيم وجيم ده سالب، هتتغير اتجاه العلاقة من أصغر من لأكبر من زي كده، هتبقى ألف على جيم أكبر من ب على جيم. ده لو كان العدد جيم سالب. يبقى نستنتج من الكلام ده إن في حالتين بس بنغير اتجاه العلاقة، يا إما في ضرب يا إما في قسمة. لو الجيم ده سالب، يعني لو جيم ده سالب، يا إما ألف جيم، يعني مثلا عندنا ألف أكبر من ب، لو احنا ضربنا في حالة الضرب، لو احنا ضربنا ألف جيم ده هيغير العلاقة، هي أكبر من هتبقى أصغر من، وهتتضرب برضك في الطرف التاني. طب لو هي اسمة، لو هي اسمة هنقول ألف على جيم برضك ايه أصغر من ب على جيم. تمام كده. تمام. عندنا ملاحظات أخرى. لو احنا عندنا العلاقة ألف أكبر من الصفر وأقل من الب، لو كانت الألف دي بقت واحد على ألف والب دي بقت واحد على ب، يبقى واحد على ألف أكبر من واحد على ب، العلاقة التباين دي هتتغير، علاقة التباين هتتغير. بدل ألف أقل من الب، الواحد على ب هتبقى أكبر من واحد، الواحد على ألف قصدي أكبر من واحد على ب. مثال على كده عشان إيه، علشان نفهم. لو كان الألف هنا بواحد والب باتنين، والواحد أكبر من الصفر، فلو احنا حطينا قلنا واحد على واحد وواحد على الاتنين، البي دي واحد على الاتنين، فعلاقة التباين هتتغير. ليه؟ الواحد دايما هيبقى اكبر من واحد على واحد، يعني واحد، واحد اكبر من النص، ما هوش اصغر من الاتنين. دي هنا علشان احنا حطينا البي في المقام اللي هو الاتنين، بقت ايه، بقت الطرف العلاقة دي اتغير، طرف المتباينة اتغير بقى اصغر من الواحد، يعني العلاقة دي تغيرت بقت اكبر من، ما بقتش ايه اصغر من. لو كان الف اصغر من الب، اصغر من الصفر، لو كان الالف اصغر من الب اصغر من الصفر، لو احنا برضك حطينا الالف دي في المقام هي والب في حالة الاصغر يعني مش اكبر، العلاقة التباين بردك هتتغير، هتتحول من بدل ان الالف اصغر من الب، هتبقى الواحد على الالف اكبر من الواحد على الب. مثال كمان على كده. لو الالف هنا اصغر من الب اصغر من الصفر، مثال ناخد الالف بنقص 2 والب بنقص 1، لو احنا حطينا
واحد على ناقص اتنين وناقص واحد بقى على ناقص على واحد قصدي على ناقص واحد هتبقى ناقص نص اكبر من الناقص واحد. تغيرت العلاقة بقت اكبر من بدل ما كانت اصغر من. الناقص نص اكبر من الناقص واحد. على خط الاعداد هنا بنبتدي صفر واحد اتنين سالب واحد سالب نص قصدي سالب واحد. يبقى اذا السالب نص دي اكبر من الواحد. كل ما مشينا كده اوجد مجموعة حل المتباينة س زائد 5 أقل من 7 حيث الس تنتمي للأعداد الصحيحة والاتنين س تنتمي للأعداد الطبيعية. ثم مثل مجموعة الحل على خط الأعداد في كل حالة. لو الس زائد 5 أقل من 7 لو احنا هنضيف ناقص 5 للطرفين علشان نشيل العدد اللي جنب الس عشان نعرف س مجموعة الحل بكام. ضفنا ناقص 5 مع 7 بقت 2 ودي راحت مع دي بقت 0. يبقى اذا مجموعة الحل خلاص 0 مش موجود. مجموعة الحل س اقل من 2. لو كان الس عندنا تنتمي للاعداد الصحيحة تبقى مجموعة الحل س اقل من 2 يعني على خط الأعداد هتبقى من أول واحد صفر ناقص واحد ناقص اتنين ناقص تلاتة إلى ناقص ما لا نهاية. لو كان س تنتمي للأعداد الطبيعية هتبقى مجموعة الحل فقط صفر وواحد للأعداد الطبيعية. تمام. مثال اتنين اوجد مجموعة حل المتباينة 2 س ناقص واحد أقل من أو تساوي 3 حيث س تنتمي للأعداد النسبية. الحل 2 س هناخد 2 س ناقص واحد س خلي بالكم تنتمي للأعداد النسبية. 2 س ناقص واحد أقل من أو تساوي 3 هنضيف عكس الإشارة اللي جنب الس علشان نشيله خالص يبقى تبقى 2 س أقل من أو تساوي 3 زائد 1 4. نضرب الطرفين في نص علشان نشيل العدد اللي جنب السين يبقى الاتنين دي راحت مع الاتنين دي اقل من او تساوي الاتنين دي هتروح مع الاتنين الاربعة هتروح مع الاتنين يعني هينتج ان السين اقل من او تساوي اتنين يعني السين اقل من كل عدد نسبي اقل من او تساوي اتنين. دي مجموعة حل المتباينة. يعني مجموعة حل المتباينة هتساوي بالطريقة دي مجموعة الحل بتساوي س حيث الس تنتمي للأعداد النسبية. تمام. والس أقل من أو تساوي الاتنين. هي دي مجموعة حل المتباينة. مثال آخر اوجد مجموعة حل المتباينة 2 س ناقص 5 أقل من 4 حيث الس تنتمي للأعداد النسبية وس تنتمي للأعداد الطبيعية. هنمسك نقول س 2 س ناقص 5 أقل من 4 هنضيف زائد 5 لكلا الطرفين عشان نشيل ناقص 5 دوت هيتبقى معانا 2 س أقل من 9. هنضرب الطرفين في نص عشان نتخلص من العدد اللي جنب س وهو الاتنين. هيتبقى عندنا الس أقل من 9 9 على 2 يبقى هتبقى مجموعة الحل بتاع المتباينة لو كان س دي تنتمي للأعداد النسبية هتتقال ازاي. مجموعة الحل بيساوي س حيث س تنتمي للأعداد النسبية وس أقل من أو تساوي 9. سهل جدا. وبردك لو س تنتمي للأعداد الطبيعية وهي الس أقل من أو تساوي أقل من الأربعة وتسعة دي عبارة عن أربعة ونص يعني مثلا أربعة يعني تساوي مجموعة الحل تساوي 4 3 2 0. تمام كده.
مثال 3، اوجد مجموعة حل المتباينة نص ناقص 3/4 س أكبر من الواحد، حيث س تنتمي للأعداد النسبية والس تنتمي للأعداد الصحيحة. اوجد مجموعة حل المتباينة نص ناقص 3/4 س أكبر من الواحد. لو نضيف سالب نص لكلا الطرفين علشان نتخلص من النص دوت، فالنص ده هيروح مع النص ده، ناقص 3/4 س أكبر من الواحد ناقص نص. ناقص 3/4 س أكبر من النص، هنضرب في 4/3 عشان نتخلص من الجنب السين دوت وفي الإشارة اللي تبعه كده. احنا بصوا يا جماعة، هنضرب في سالب عشان هنتخلص من اللي جنب السين، وكمان علاقة التباين هتتغير، بدل ما هي أكبر من هتبقى أصغر من، لأن احنا ضربنا في عدد سالب في كلا الطرفين المعادلة، كلا طرفي المعادلة ضربنا في عدد سالب، سالب 4/3 ضربناها اهو في الاتنين، يبقى العلاقة التباين هتتغير، بدل من أكبر من هتبقى أصغر ايه؟ أصغر من. الأربعة هتروح من الـ4/4، والتلاتة هتروح مع التلاتة، وكذلك هنا الاتنين هتروح مع الأربعة تبقى ناقص 2. يتبقى إن س أقل من ناقص 2/3، يعني مجموعة الحل عندنا بتساوي س، حيث س تنتمي للأعداد النسبية وس أقل من سالب 2/3. لو هي س تنتمي للأعداد الصحيحة تبقى من اول سالب 2 يبقى سالب 1، 2/3 تنتوي لسالب 2، سالب 1 سالب سالب 1 سالب 2 وسالب 3 الى ما لا نهاية. مثال 4، اوجد مجموعة حل المتباينة 3 في ص زائد 2 زائد 8 أقل من 10 ناقص 2 ناقص ص، حيث ص تنتمي للأعداد النسبية. هنحط المتباينة تاني، بعد كده هنضرب التلاتة دي في القوس دوت، لان هو عامل قوس وجنبي 3، هنوزع يعني 3 هنا مرة في الصاد ومرة في الاتنين. فيبقى 3 صاد زائد 6 زائد 8 اقل من 10 ناقص 2 صاد، الناقص دي دخلت بردك في القوس، بقت 2 دي ناقص 2، والناقص دي دخلت مع في القوس ده بقت ناقص ناقص في ناقص بزائد، 10 ناقص 2 ب8، 6 زائد 8 14. هنودي الصاد دي الناحية التانية بإشارة عكسية، هتبقى 3 صاد ناقص صاد، والـ14 دي هتروح بإشارة عكسية برضك، دي هتبقى ناقص صاد، والـ14 دي هتبقى ناقص 14 الناحية التانية، تبقى 8 ناقص 14 هتبقى ناقص 6. يبقى اذا 2 صاد اقل من ناقص 6، يبقى اذا هنقسم الطرفين على الاتنين، هيبقى الصاد اقل من سالب 3، يعني مجموعة الحل بتساوي الصاد، حيث الصاد تنتمي للأعداد النسبية والصاد أقل من ناقص 3. في مثال، حاول أن تحل، أوجد مجموعة حل المتباينة 4-5 مضروب في قوس س ناقص 2 أقل من أو تساوي ناقص 2 في قوس ناقص 9 زائد 2 س، حيث الس تنتمي للأعداد النسبية.
الحل هنقول 4 ناقص 5 سين. هنضرب الخمسة دي في القوس تبقى 5 س ناقص 5 س كمان الإشارة عشان الخمسة دي جنبها سالب، فهنضرب السالب 5 دي في القوس فتبقى ناقص 5 س. السالب 5 في سالب 2 تبقى زائد 10، نف 5 بـ10 س عشرة بس فقط أقل من الناقص 2 دي هنضربها في القوس ده بردك تبقى ناقص 2 في ناقص 9 بـ18 بالموجب طبعا، ناقص هتتضرب في الزائد تبقى سالب 2 في 2 بـ4 4 س. هنودي الـ4 س دي هتطلع هتيجي هنا بالموجب، وهنا دي 18 مش 8، لا 4 س. وهنا 10 زائد 4 14 تبقى 14 زائد 5 س. المتباينة دي ممكن تتحل بطريقين بس الطريق دوت احسن. احنا عندنا ايه 4 ناقص 5 س زائد 10 اقل من او تساوي 18 ناقص 4 س. هنخلي الناقص 5 س دي في الطرف عندنا، وهنخلي يعني هنخلي ثواني كده تاني 14 اهي هنا ايه تام 4 ناقص 5 س زائد 10 اقل من او تساوي 18 ناقص 4 س. الناقص دي هتبقى 14 ناقص 5 س تمام كده اقل من 18 ناقص 4 س. هنخلي الـ5 س دي الناحية دي ونروح مودلينها الـ4 س بس بإشارة مخالفة هتبقى زائد 4 س. الـ14 دي هتروح الناحية التانية بس بإشارة مخالفة هتبقى ايه ناقص 14، فيبقى ناقص 5 س زائد 4 اقل من او تساوي 18 ناقص 4، يعني ناقص س اقل من او تساوي 4. لما نضرب بالطرفين في سالب 1 يبقى السالب حقيقة هيقلب العلاقة، هيخلي العلاقة من أكبر من أصغر من لأكبر من أو تساوي، أصغر من أو تساوي لأكبر من أو تساوي، والسين أكبر من أو تساوي ناقص 4. يبقى مجموعة الحل، يبقى إذا مجموعة الحل بتساوي سين حيث السين تنتمي للأعداد النسبية والسين إيه أكبر من أو تساوي ناقص 4، ونقفل القوس بس. مثال 5، أوجد مجموعة حل المتباينة 8 ناقص 4 س أكبر من أو تساوي 2 س ناقص 10. 8 ناقص 4 أكبر من أو تساوي 2 س ناقص 10. هنضيف لكلا الطرفين ناقص 2 س علشان نتخلص من السين دي يعني، فبذلك هينتج إن 8 ناقص 6 س لما نضيف ناقص 2 س دي هتبقى ناقص 6 س، وتمانية ناقص 6 س أكبر من أو تساوي 2 س راحت مع ناقص 2 س بقت ناقص 10. هنضيف للطرفين ناقص 8 هنضيف للطرفين ناقص 8 علشان يروح اللي مع السين في المتباينة، ويبقى ناقص 6 س أكبر من أو تساوي ناقص 18. هنقسم على ناقص 6 س العدد اللي جنب السين هو بالسالب، هتتغير العلاقة وتتغير اتجاه المتباينة من أكبر من أو تساوي لأصغر من أو تساوي، يبقى السين السين أقل من هتكون أو تساوي ناقص 18 على ناقص 6 يعني 3، يبقى إذن السين أقل من أو تساوي 3، يبقى إذن مجموعة الحل بتساوي السين حيث السين تنتمي لأعداد النسبية والسين أقل من أو تساوي 3، ونقفل القوس. مثال 6، أوجد مجموعة حل المتباينة 19 أقل من الصاد زائد 4 أقل من 23 حيث الصاد تنتمي لأعداد النسبية.
الحل 19 أقل من صاد زائد 4 أقل من 23. يبقى إذا نجمع لكلا الطرفين دي ناقص 14 هنخلي الصاد دي في ثواني ما هياش 4 هي 4 هي ما هياش 14 هي 4 فهنضيف لكل الأطراف هنا بتاع العلاقة المتباينة هنضيف لكل الأطراف دي ناقص 4 علشان نضيع الحاجة اللي جنب الصاد عشان نضيع الرقم اللي جنب الصاد هتبقى 19 ناقص 4 صاد زائد 4 ناقص 4 هيروحوا مع بعض 23 ناقص 4 هيتبقى 19 فهتبقى صاد أكبر من أكبر من 15 وأقل من 19 ويبقى مجموعة الحل نساوي صاد حيث الصاد تنتمي للأعداد النسبية والصاد أكبر من 15 وأقل من 19 ونقفل القوس. حاول أن تحل أوجد مجموعة حل المتباينة 1 أقل من س ناقص 3 أقل من أو تساوي س 6 هنضيف ناقص 3 احنا هنا عندنا ناقص 3 يبقى نضيف زائد 3 لكل الأطراف في المتباينة تبقى 1 زائد 3 4 س ناقص 3 زائد 3 يبقى راحوا مع بعض بقت ايه بقت بصفر يعني س أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي 6 زائد 3 9 يبقى إذا مجموعة الحل المتباينة بتساوي س حيث س تنتمي للأعداد النسبية لازم نكتب كده والس أكبر من الأربعة وأقل من أو تساوي 9 ونقفل القوس. وكده إن شاء الله حلقة النهاردة انتهت هنكمل في الحلقة التانية بقية الأمثلة. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو في حاجة عاوزين تعدوها ولا حاجة عدوها مرة واثنين وثلاثة واكتبوا الأمثلة دي وحلوها لوحدكم وحتى إن ما تحلتش من أول مرة تحل كذا مرة لحد ما تحلوها لوحدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.